في عيش الخبر أينما كنت. من هنا بدأت الحكاية، حكاية البحث عن ممر آمن للوصول لمكان عملهم والبحث عن لقمة عيشهم في الداخل. حكاية رغم فصول تعبها وعنائها انتهت، لكن نهايتها أليمة. نهاية سطرت بمعركة بين أنياب كلاب احتلالية وأجساد وأرواح لا حول لها ولا قوة. طرق وعرة يسلكها العمال في بحثهم عن ممرات لا توصف بالأمان بين الأودية والسهول، وصولا لأسلاك شائكة وجدران إسمنتية. لحظات من الانتظار وساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، دقائق يملأها الخوف والتوتر والتعب لاقتناص لحظة عبور مناسبة. نقطع من هنا في فتحات في الشيكين جوا هان، نقطع منهن وورا الشيك طبعا بيستنانا الشوفير، بننسق مع شوفير بيستنانا الشوفير وبنطلع معاه، وبعدين بنضلنا مكملين وين بدنا على الشغل تبعنا على المحل اللي بنشتغل فيه، وكلها حسب التساهيل وان شاء الله خير. ما احنا جينا من هان استقربنا الوضع وبلاش نروح على عشكة الجنوب والسبع والمناطق هذيك، لانه اذا بدنا نصل غاد تاخذ معنا تقريبا نص يوم السفر، بدنا نلف ونروح. اما من هنا تقريبا ساعة ونص بنكون في الشغل، يعني نستغرب الوضع من هنا. ثلاثة عمال توجهوا نحو فتحة في جدار الفصل العنصري في قرية بيت أولى غرب الخليل للوصول لمكان عملهم بحثا عن لقمة عيشهم. جنود عاجلوهم بوابل من الرصاص، وكلاب أمسكت بهم وغرزت أنيابها بين أجسادهم الهزيلة. يعني أنا حسيت كلب متوحش، يعني كان متوحش كثير الكلب، يعني ممكن هو كان متوحش كثير، حط ايديه على ظهري وغرز حتى اظافره، غرز المخالب بظهري ومسك برقبتي. الحين لما مسك برقبتي صرت احاول انا بكل قوتي معاه افكه عن رقبتي، فاللحظه هاي هو كان يمسك يعني يعص اكثر، وكان الوجع يزيد يشتد معي ويزيد. في حياتي عمري ما شفت منظر زي كل جسم محمد كان بينزل دم ومبين محل الكلب في رقبته وعمر ايده، ورغم كل هذا بطحونا على الارض وقاموا بالضرب وبالتنكيل. وبعد فتره يمكن 10 دقائق اخذونا على الجبات وقدونا للمحسوم، وبعد المحسوم قدموا اسعافات اوليه، بس كان محمد وعمر كان اصواتهم كثير عاليه ومبين انه متاذين كثير. لحظه ما بقدرش اوصف لك اياها، لحظه وحشيه، لحظه بتحس حالك كأنك إنسان ثاني، إنه أنا كبني آدم يعني بروح وباجي وبشتغل، وهذا إنه في آخر شيء يمسكني كلب ويمشي علي كلب، هذا شغلة إنه بتقلل من شخصية البني آدم. ولحظة وحشية إنه بكون الواحد بكون خايف، بكون مرتعب، بكون في غير وعيه، بكون مش متوقع هذا اللحظة أو مش متوقع إشي يصير في إشي يوم من الأيام هذا الإشي. عناية الخالق أنقذت هؤلاء الشبان، وأنياب تركت بصمات واضحة على أجسادهم، جروح ملأت كل مكان فيها. 7 دقائق عاشها هؤلاء الشبان بين أنياب الكلاب، ولحظات من الموت ملأت كل مكان، لحظات وصفت بأنها الأصعب في حياتهم. كيف لا، فالكلاب تغرس أنيابها أكثر، والجنود يطلقون الرصاص ويعتدون بصفات كلابهم. لتلفزيون القدس، محمد العدم، بيت أولى غرب الخليل. القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت.